بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. ما زلنا مع حضراتكم في تصحيح سورة الإنسان، والنهاردة إن شاء الله هنصحح الآيات من الآية 5 للآية 11، فأستسمح حضراتكم باستحضار المصاحف ومتابعة التصحيح معنا. يلا بينا يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. عبوسا قمطريرا. عبوسا قمطريرا. طا 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 مش تا يا أنس. قم طا طا مش تا. في فرق بين التاء والطاء. قم طا. قمطريرا. أحسن. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. 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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. هو بيتكلم هنا عن مين؟ الآيات احنا ابتدينا بيها ايه؟ إن الأبرار
يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. والنعيم اللي هيبقى فيه أهل البر، يعني أهل الطاعة، يعني أهل الإحسان، يعني أهل الإيمان اللي بيسارعوا في طاعة الرحمن. دول كانوا في الدنيا إيه؟ الله تعالى بيدينا كده نموذج بسيط من بعض نعيم الآخرة اللي هيشوفوه، لأن دول الله سبحانه وتعالى يبين للمؤمنين صفات أهل الإيمان المستحقين للجنة وما فيها من نعيم مقيم دائم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر إيه على قلب بشر. دول كانوا يوفون بالنذر. انتوا عارفين عبادة النذر، لما واحد يقول نذر علي مثلا أصوم يوم كذا، أو نذر علي أطعم فقراء حي كذا، أو نذر علي إني أقرأ قدر كذا من القرآن، فدي عبادة الإنسان بيوجبها على إيه؟ على نفسه، لأنه بيقول لله علي، فبيلزم نفسه بالإيه؟ بالقيام بالعبادة. فلما ياخد على نفسه عهد إنه هيقوم بعبادة لله، ربنا قال لك دول من أهل الوفاء يوفون بالنذر، لأن على طول قدامهم إيه؟ ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوم القيامة وصعوبة هذا اليوم، إيه اللي تجعل للمؤمن وقاية من عذابات والويل واليوم الخطير ده؟ طاعة المؤمن، حرصوا على الطاعة، حرصوا على العباد، حرصوا على ما يرضي الرحمن. فمن صفات الأبرار دول اللي هيستحقوا النعيم ده إنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما، اللي هو يوم إيه؟ يوم القيامة، كان شره مستطيرا. كانوا بيعملوا إيه كمان في الدنيا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني هم كانوا كمان في دنياهم أهل إنفاق، أهل بذل، أهل عطاء، رغم حبهم للطعام، يعني حبهم للمال وحب الإنسان دايما لنفسه، لكن كانوا بيجودوا ويطعموا الناس اللي محتاجة، اليتيم اللي فقد أباه وصغير، والمسكين الفقير، وأصحاب الحاجة، الأسير كذلك. يعني على طول بيتفقدوا في المجتمع الناس اللي محتاجة. شوف الإيمان بيعمل إيه في قلوب المؤمنين، يخليه عنصر معطاء وإيجابي في المجتمع بتاعه. دول صفاتهم أهل الأبرار، دول كانوا في الدنيا كده أهل وفاء بالنذور، أهل إطعام وإعطاء وإنفاق لكل محتاج في المجتمع، وبعدين نواياهم كانت في الإنفاق والإعطاء وبذل المعروف. إيه؟ إن الناس تقول لهم شايف فلان ده بيتصدق، وفلان ويبقى حريص إن فلان ده يشكره على النعمة اللي عملها، ولا هو عنده حرص على إنه عايز الإيه؟ يعني بيعمل ده خالص لوجه الله، مش همه بقى فلان ده شكر ولا ما شكروش، الناس أثنت عليه أو لم تثني عليه، يعني قالت ده شوف ده فلان ده على طول بيطلع فلوس، على طول بيصوم، على طول بيروح المسجد، على طول بيفي بالنذور، لو مش همه كده. شوف الله سبحانه وتعالى بيوضح لنا إيه اللي في قلوبهم، بيقول إنما نطعمكم لوجه الله، إحنا مش عايزين حاجة غير إن إحنا رضاه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليه؟ شوف ذكر هنا يوم القيامة وخطورة هذا اليوم أكتر من مرة، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يوم شديد. يبقى إحنا بنتكلم في هذا المقطع عن جزاء الأبرار والنعيم، اللي بعض من النعيم اللي هم هيجدوه يوم القيامة، وإيه كمان هم كانوا بيعملوا إيه في الدنيا عشان كده استحقوا هذا النعيم. أرجو أن احنا نكون فهمناها بشكل في مختصر. إن شاء الله في الحلقة المقبلة نبدأ في أن احنا نصحح الشباب اللي ما قروش، نصحح مع بعض. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين.